عشان نقدر نقارن بين أجهزة مختلفة للسي تي، أو علشان نقدر إن إحنا نتأكد إن الجهاز السي تي بيشتغل بنفس البرفورمانس، مهم جدا إن إحنا يبقى في عندنا حاجة بنسميها كواليتي كنترول. الكواليتي كنترول بتميجر مجموعة من سي تي ايمج كواليتي بارامترز، ودي مثلا على سبيل المثال في عندنا بعض الحاجات بتعبر عن اليونيفورمتي بتاعت الصورة، يعني هل الصورة يونيفورم جميع الأماكن بشكل واحد ولا في اختلاف. ودي طبعا بتبقى بتقاس بفانتومز مختلفة، ومنها فانتومز بقى عبارة عن حاجة شكلها عبارة عن بيور ووتر مثلا، ويتأكد ان هي في جميع الأماكن بنفس الشكل. في لينياريتي، لو انا حطيت مثلا قيم مختلفة للانتنسيتي بتاعت الصورة او للاتينيويشن، هل هي بتطلع فعلا بشكل لينير، يعني بمعنى في لينياريتي في البرودكشن بتاع الصوره، ولا بيبقى في بعض الاجزاء مثلا اللي بيبقى فيها الاتينيويشن عالي شويه بيبقى الاوتبوت بتاعها بيبقى نون لينير. السبيشال ريزولوشن بتعبر لي عن ازاي ان انا اقدر اشوف الصوره، التفاصيل الصغيره اللي في الصوره مثلا زي النقط الصغيره اللي موجوده عندي هنا مثلا في الفانتوم دوت، هل اقدر اشوفها بشكل واضح ولا لا. الكونتراست ريزولوشن برضو نفس الكلام، في كونتراست بيعبر لي عن لو في اختلافات قليله في الانتنسيتي، يعني انا مثلا في واحده مثلا في من النقط مثلا فيها الكونتراست مثلا او فيها الاتينيويشن كذا او سي تي نمبر كذا، والتانيه فيها سي تي نمبر قريب منها جنبها، هل اقدر اشوفهم كنقطتين مختلفتين ولا لا. السلايس ثيكنس برضو نفس الكلام، يعني كل جهاز بيبقى له certain parameter للسلايس ثيكنس، هل اقدر اقيسه واتاكد منه ولا لا، عشان اتاكد اذا كان في اي حاجه حصلت فيها مشكله ولا ايه بالظبط. عاده يعني الحاجه زي كده بتتعمل او القياسات دي كلها بتتعمل عن طريق حاجه بنسميها فانتوم. الفانتوم ده ممكن يبقى حاجه ايديا اللي تبقى حاجه بالشكل ده كده، تبقى فيها كذا موديول يقدر يقيس لي كذا بارامتر في نفس الوقت، يعني من نفس الفانتوم اقدر اقيس كذا بارامتر في نفس الوقت. بس عادة ممكن يبقى في عندي فانتوم مختلف لكل واحدة من البارامترز دي يقدر يقيس لي الحاجة دي بشكل دقيق. وبالتالي هنا مثلا يعني بتكلم مثلا هنا على الصورة دي مثلا زي ما احنا شايفين كده، هنا مثلا النقط دي كل واحدة فيهم لها كونتراست مختلف، يعني دي 0.5% كونتراست، دي 0.3%، دي 1%، يعني كل واحدة من دول بتعبر لي عن حاجة مختلفة، واشوف بعد كده اذا كنت اقدر اشوفها بشكل واضح ولا لا، اذا كنت اقدر اشوفها من الباك جراوند بشكل واضح ولا لا. فبيسكلي بقدر اطلع من الصوره دي، اقدر اطلع البارامترز دي واقدر اشوف اذا كان الـ يعني البرفورمانس بتاع الجهاز بتاعي هو زي ما هو ولا حصل فيه اي ديتيريوريشن. فطبعا القياسات دي مش بتحصل مره واحده، دي بتحصل بشكل بيريوديك، وبيبقى دايما في ريكورد ليها، بحيث يعني لو في اي يعني جاب او حصل اي تغيير كبير في الـ اي واحده من البارامترز دي بنقدر نعمل له انفستيجيشن، ونقدر نعمل له يعني لو في اي حاجه مثلا في السوفت وير او في الهارد وير حصل لها مشكله نقدر نعمل لها ديتكشن بشكل سيء.